لو عندك كروم كاست او تبي تشتري كروم كاست فالفيديو هذا لك بدون اي اطاله. لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس ودر لايك للفيديو لو عجبك الفيديو. خلونا نبدا. تعطل الكروم كاست اللي كان عندي واضطريت اني نشري واحد جديد. شكل العلبه كان غريب، واول ما فتحت العلبه لقيت فيها كتيب التعليمات والواي فاي الخاص بالكروم كاست والكروم كاست في حد ذاته. اللي مكتوب على العلبه دعم فيديو ستريمينج على 1080، وعندك الديلان، وعندك دعم الاي او اس والاندرويد والايفون والويندوز بي سي. حنوصل الكروم على التي في عندي وحنشوفوا شكل الواجهه وطريقه الاستخدام. لما جيت وصلتها لقيت ان الواجهه مختلفه عن الواجهه العاديه او البيسك الخاصه بالكروم كاست، وهي غالبا نسخه تجريبيه. بحثت عليها في الانترنت ما لقيتش اي دليل عليها، وحاولت حتى اتواصل مع الايميل اللي موجود في الواجهه بدون اي جدوى. لما حليت الجهاز وفككته لقيت ان الشيبس اللي على الكروم كاست واحد زيها زي اي شيبس موجود على اي كروم كاست ثاني. وانا هنا نحكي على التجاريه طبعا، فقررت اني ندير سوفت وير للكروم كاست ونلغي الواجهه الحاليه ونرد الواجهه الاساسيه. اول حاجه نديرها حنركب كيبل اليو اس بي في الكروم كاست، وحنشغل برنامج الاني كاست عندي الخاص بالابديت. حنسيب رابط البرنامج في صندوق الوصف. حنركب الكروم كاست في اليو اس بي وبعدين حنفتح البرنامج. في حالنا الكروم كاست ما قراش معاك او ما عطاكش تشيك فيرجن على البرنامج، فحتلمس الارجل الخاصه بالشيبس، حتلمسهم بالمفك زي ما نادرت بالضبط، حيعطيك تشيك فيرجن. حتدير تشيك فيرجن بعدين حتدير ابجريد. وحترجع الداونلود الى ان ينتهي. طبعا في ثلاث مراحل، مرحلة تحميل ومرحلة كتابة. انا حنوقف الفيديو حاليا وحنرد عليكم بعد ما ينتهي الداونلود. هذه المرحلة الثانية، مرحلة الابديتنج او الابجريد. فحاليا طالب منك ما تفصلش الكابل او طف الكمبيوتر او تدير اي شيء الى ان ينتهي من الابجريد. حاليا الكروم كاست اصبح جاهز ومعاش بقت الا خطوة التجريب. وهذه الواجهة البيسك او الواجهة الستاندر للكروم كاست. الواجهة هذه اسهل واسلس واخف من الواجهة اللي كانت موجودة عليه. جربت الكروم كاست ووصلت على الكمبيوتر عندي وشغلت فيديو على ريزوليوشن فول اتش دي، واداء الكروم كاست بعد التحديث كان فوق الممتاز. انا هيك انتهيت، ان شاء الله اكون قدرت نفيدكم. السلام عليكم.